بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بيكم في اخر محاضره من محاضرات فيسيولوجيا ريسبيريشن بعنوان اسيد بيز بالانس. اهم الاوتلاينز اللي هنتكلم عليها في محاضرتنا، هناخد مقدمه عن الاسيد بيز هوميوستاسيس، ثم بعد كده هنتكلم بالتفصيل شويه عن الرول اوف ريسبيراتوري سيستم ان اسيد بيز بالانس والاذر اورجانز المسؤوله عن ريجوليشن وبلاد بي اتش، واخر حاجه هنتكلم عن الديس اوردرز اوف اسيد بيز بالانس، هنتكلم عن اسباب الاسيدوزيس واسباب الالكالوزيس. يقصد بالاسيد بيز هوميوستاسيس هو ريجوليشن اوف بي اتش اوف ذا اكستراسيلولار فلويد وبالتحديد البلاد. بنلاحظ يا جماعه ان البروبر بالانس ما بين الاسيدز والبيزز في الاكستراسيلولار فلويد دي بتعتبر كروشيال او كريتيكال فور ذا نورمال بودي فيسيولوجي اند سيلولار ميتابوليزم. ولو حصل اي فاريشنز او فلكتويشنز في هذه الليفلز يا جماعه، دي ممكن بتبقى انكومباتبل وذ لايف نتيجه التشنجز اللي بتحصل في الانزيماتيك فانكشنز والبروتين دينيتوريشن. طب النورمال ليفل اوف البي اتش في البلد بتبقى كام يا جماعه؟ احنا لسه قايلينها في المحاضره اللي فاتت ان النورمال بلد بي اتش يا جماعه بتبقى في الارتيلر اراوند 7.4، وبتقل شويه في الفينس بلد بتوصل الى 7.3. لو حبينا تشوفوا النورمال فيسيولوجيكال رينج المسموح بالتغيرات في البلاد بي اتش يا جماعه، هتلاقوا ان هذا الرينج ضيق جدا جدا، بيتراوح ما بين 6.8 الى 8، بحيث لو حصل اي فاريشنز بره هذا الرينج هيكون انكومباتبل وذ لايف وده مي بي فيتال، وده بيبقى سببه الرئيسي نتيجه التغيرات الشديده اللي بتحصل في الانزيماتيك فانكشنز بالاضافه الى البروتين دينيتوريشن. لو حبينا نشوف ايه اليات اللي بيستعملها الجسم في تنظيم درجة البي اتش، فالجسم بيعتمد على اليتين اساسيتين: الية كيميائية بنسميها الكيميكال بافر سيستمز، ودي هتاخدوها بالتفصيل في البيوكيمستري، والية فيسيولوجية بتعتمد على بعض الاورجنز اللي ليها علاقة بتنظيم الاسيد بيز بالانس داخل الجسم، مثل الكيدني والريسبيريشن واذر اورجنز تانية هنشرحها بعد شوية. اول حاجة هنتكلم عليها ما يسمى بالالكلي ريزيرف. ويقصد بالالكلي ريزيرف يا جماعة هو عبارة عن الفوليوم اوف كربون دايوكسيد present in chemical combination as bicarbonate in 100 ملي of arterial بلازما. يمكن ذكرنا الالكلي ريزيرف ده لما كنا بنتكلم عن السي او 2 كاريج، وقلنا ان من وظائف الارتيريا سي او 2 ان هو بيمثل ما يسمى بالالكلي ريزيرف او الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد الكلي اللي بيستخدمه البودي في حاله لو حصل ديفلوبمنت اوف اسيدوزس. النورمال رينج اوف الكلي ريزيرف ده يا جماعه بيبقى اراوند حوالي من 55 ل 70 ملي كربون دايوكسيد لكل 100 ملي ارتيريال بلازما. لو قلت الفاليوز دي عن 55 يبقى معنى كده ان الالكالي ريزيرف هنا قل، يبقى معنى كده انه في تندنسي فور ايه؟ فور اسيدوزس. والعكس صحيح، لو الفاليوز دي زادت عن 70 يبقى معنى كده ان كميه الالكالي زادت في الدم، يبقى هنا في انسيدنس فور ايه؟ فور الكالوزس. في سؤال مهم قوي لازم نجاوبه عن الالكالي ريزيرف. لما بنقيس الالكالي ريزيرف ليه بنقيسه في البلازما وليس في الهول بلاد؟ وليه بنقيسه في الارتيريال وليس الفينس بلاد؟ بنقيسه في البلازما وليس الهول بلاد يا جماعه، وده اولا عشان نتيجه اختلاف تركيز البايكربونات في البلازما عن الريد بلاد سيلز. تركيزات البايكربونات في البلازما والار بي سيز ار نوت ذا سيم، وده سبب الرئيسي نتيجه الكلورايد شيفت ايه فينومينن. تاني حاجة انك لو هتقيس ال CO2 and chemical combination في الهول بلاد، يبقى انت في الحالة دي هتحتاج انك تقيس او تعرف الهيماتوكريت ايه فاليو عشان تقدر تقيس البايكربونات اللي موجود في الهول بلاد. تاني حاجة الالكالي ريزيرف بنقيسه في الارتيريال سامبل وليس في الفينس بلاد، لان ال CO2 ليفل في الفينس بلاد يا جماعة متغير مش ثابت، وده بيختلف على حسب البالك اوف ذا تيشوز وعلى حسب الديجري اوف تيشو اكتيفيتي والديجري اوف سيلولار ميتابوليزم، عشان كده الافضل بنقيسها في ارتيريال سامبل وليس فينس سامبل. طيب زي ما احنا اتفقنا وقلنا ان اهمية الالكالي ريزيرف ده يا جماعة ان معظم الكربون دايوكسيد في البلد يسكرد از صوديوم بايكربونيت في البلازما، تمام. تاني حاجة ان هو بيشتغل كبافر سيستم مهم جدا مسؤول عن النيوتراليزيشن اوف اسيد ميتابولايتس عن طريق الصوديوم بايكربونيت، فده بيعتبر امبورتنت بافر سيستم في الجسم وبيساعد الجسم تو كومباكت اسيدوزس.
اخر حاجه كمان الميجرمنت اوف ذا الكالي ريزيرف ده ممكن يدينا ايديا او انفورميشن اباوت الاسيد بيز بالانس الكونديشن نفسه عموما في البودي والبوسيبيليتي اوف كرنس اوف اسيدوزز والكالوزز. يبقى احنا ما نستناش ان الكونديشن يحصل، يبقى انت مجرد لو قست الالكالي ريزيرف ولقيته بدا يقل يبقى معنى كده ان في تندنسي اوف ايه اوف اسيدوزز، لو بدا يزيد يبقى في تندنسي فور ايه الكالوزز. اتفقنا ان احنا نركز في محاضرتنا النهاردة على الاليات الفسيولوجية اللي ليها علاقة بريكنترول اوف اسيد بيز بالانس، ولكن هذا لا يمنع ان احنا قلنا ان في اذر ميكانيزمز تانية بنسميها الكيميكال ميكانيزمز او الكيميكال بافرز، ولكن دي هتاخدوها بالتفصيل في البايوكيمستري. ولكن المعلومة المهمة اللي لازم نعرفها ان اول سيستم بيشتغل تو كومباكت او تو كنترول الاسيد بيز بالانس هي الكيميكال بافرز الموجودة في البلد. تعالوا نطبق الكلام ده على الريسبيراتوري سيستم. يبقى لو بدأنا وشفنا الرول اوف ريسبيراتوري سيستم ان اسيد بيز بالانس هيحصل ايه؟ لو افترضنا في اسيد ميتابولايت ادد على البلد، فاول حاجه هيتعامل معاها مين؟ هيتعامل معاها الشق القاعدي من الكربونيك بايكربونيت سيستم. ده سيستم او بافر من البافرز اللي بتبقى موجوده في البلد، اللي بتبقى مكونه من شقين، شق حمضي وشق ايه قاعدي. فاشهر انواع البافر سيستم زي عندنا في البلد يا جماعه هو الكربونيك بايكربونيت سيستم. فلو انت زودت او حصل production of acid metabolites زادت في الدم، يبقى هيتعامل مع ايه؟ يبقى هيتعامل مع الشق القاعدي للكربونيك بايكربونيت سيستم، يبقى هيتعامل مع البايكربونيت، ماشي، وهيحول لك هذا الاسيتيك ميتابولايت الى كربونيك اسيد، فيزيد نسبة الكربونيك اسيد في البلد، وهذا الكربونيك اسيد هيرجع ديسوشيت التاني الى كربون دايوكسيد ووتر، يبقى بالتالي هيزيد نسبة CO2 في الدم. زيادة CO2 في الدم يا جماعة قلنا بيحصل ايه؟ قلنا ان الارتيريال CO2 تنشن ده قلنا بيعتبر هو البيس ميكر فور ريسبيريشن. اول ما بيزيد CO2 بيعمل ستيميليشن للريسبيراتوري سنترز فيزود الريت اوف ريسبيريشن ويحصل هايبر فنتيليشن. الهايبر فنتيليشن ده بيبقى الهدف منه ايه؟ يبقى الهدف منه انك تزود الريموفال او الواشنج اوت اوف كربون دايكسايد ثرو ريسبيراتوري سيستم، وبالتالي لما يبدا يقل CO2 في الدم فهيقل الكربونيك ويقلل البايكربونيت ويرجع تاني للسيم ديجري، وبالتالي البي اتش اسكيب تو ايه نيلي كونستانت. العكس صحيح بقى، لو في الكالي ادد تو ذا بلاد، يبقى في الحاله دي هذا الالكالي هيتفاعل مع الشق الحمضي من البفر، يبقى هيتعامل مع الكربونيك، هيتفاعل مع الكربونيك اسيد ويزود لك البرودكشن اوف بايكربونيت ويقلل لك البرودكشن اوف كربون دايوكسيد. فلما يزيد البايكربونيت على حساب الكربون دايوكسيد يبقى هيحصل ايه؟ فهيحصل انهيبيشن اوف ريسبيريشن، يبقى الريسبيراتوري سنتر ويل بي سابريسد اور انهيبيتد والريسبيراتوري تي ال. فلما الريسبيراتوري تي ال يبقى هيحصل ايه؟ هيسمح بالاكيميليشن اوف كربون دايوكسيد، وبالتالي يرجع تاني يزيد الكربونيك اسيد والبايكربونيت تو ذا سيم ديجري، وبالتالي البي اتش اسكيبت كونستنت. من الاورجنز المهمه الثانيه الانفولفد او ليها علاقه بالريجوليشن اوف اسيد بيز بالانس يا جماعه على رأسها الكيدنيز، والرول اوف ذا كيدني ان اسيد بيز بالانس هيتشرح لحضراتكم بالتفصيل في الجزء الثاني من البلوك مع محاضرات الكيدني ان شاء الله مع دكتوره هناء. ولكن يعني بشكل مبسط الرول اوف ذا كيدني يا جماعه في ريجوليشن اوف بلاد بي اتش يعني بيتركز حوالين ان هي بتتحكم او بيبقى ميديتد من خلال تحكمها في المعدل السكريشن اوف هيدروجين ان يورين، وبالتالي بتغير من او بيحصل موديفيكيشن للبي اتش اوف ذا يورين على حسب الكونديشن اوف ذا بلاد. من ضمن الحاجات اللي بتعملها برضو بتتحكم في rate of excretion of الأسيد فوسفيت أو البيزك فوسفيت، وده برضو على حسب الكونديشن of the body. لو في حالة acidosis بيزيد الexcretion of acid فوسفيت، بينما في حالة الكالوزس بيزيد التخلص أو بيزيد الexcretion of basic فوسفيت. ده بالإضافة إلى كمان التحكم في synthesis والsecretion of أمونيا اللي برضو بيستخدمها الجسم to neutralize excess acids. يعني دي أهم الميكانيزمز اللي بتستخدمها الكيدني في رجلي of acid base balance، ولكن تفصيلين هتاخدوها ان شاء الله في محاضرات الكيدني. من ضمن الاورجنز اللي ليها علاقه برضو بالريجليشن اوف اسيد بيز بالانس الليفر، ودور الليفر يا جماعه في الريجليشن اوف اسيد بيز بالانس بيتم او بيبقى ميديتد من خلال اما ترانسفورميشن اوف امونيا، ودي بتعتبر الكلاين ان نيتشر انتو يوريا، بيحولها الى نيوترال سبستنس اللي هي اليوريا، او من خلال ترانسفورميشن او تحويل بلاد لاكتيك اسيد اللي بيخرج من مخلفات البادي ميتابوليزم وبالتحديد من الكونتراكتنج ماسلز بيحوله الى جلايكوجين، برده ده نيوترال ان نيتشر، عشان كده بيبقى ليه رول مهم قوي في تظبيط او في الكنترول او الادجستمنت او بلاد بي اتش.
برضو من ضمن الاورجنز المهمه قوي هو السكين. السكين برضو على فكره ليه دور مهم قوي، وفي considerable amounts of acids can be excreted through sweating. وبنلاحظ كمان يعني بالاخص في حالات الاسيدوزس هذه الاماونت بتزيد، اللي هو الاماونت اوف acids excreted in sweat برضو بتزيد، ودي برضو بتبقى ليها رول مهم قوي في المينتنس اوف بلاد بي اتش كونستنت. دلوقتي هنتكلم على بعض الكلينيكال ديس اوردرز اللي ليها علاقه بالاسيد بيس بالانس. الخلل او ديستربنس في الاسيد بيس بالانس يا جماعه ممكن ياخد صورتين او شكلين، يا اما شكل الاسيدوزس تمام، يا اما الالكالوزس. كلمه اسيدوزس يا جماعه او تيرم اسيدوزس بيقصد بيها ده عباره عن كونديشن كاركترايزد باي اما زياده في البلاد كربونيك اسيد ليفل، يا اما نقص في البايكربونيت اللي هو الالكالي ريزيرف. يشمعنى احنا بنتكلم بالتحديد يا جماعه على الكربونيك والبايكربونيت يعني بفر بالتحديد، لان ده البفر الوحيد which can be physiologically regulated. الكربونيك اسيد نسبته في الدم ممكن بيتحكم فيها من خلال الريسبيراتوري سيستم، والبايكربونيت بنتحكم فيها من خلال الكيدني. عشان كده ده بيعتبر يعني الموست physiological بفر اللي بيلعب دور مهم قوي في regulation of acid base balance، وبتبقى الرول بتاعه بيبقى unlimited لانه can be physiologically controlled ب two important systems هما الكيدنيز واللونجز. فالاسيدوز يا جماعه ده عباره عن كونديشن بيبقى نتيجه اما زياده في البلاد كربونيك اسيد، هو زياده الفري سي او 2، ودي في الحاله دي بنسميها ريسبيراتوري اسيدوزس، يا اما نتيجه نقص البايكربونيت ان بلاد يقصد بيها نقص الالكالي ريزيرف اللي احنا شرحناه من شويه، وفي الحاله دي بنسمي الكونديشن ده ميتابوليك اسيدوزس. ولكن في كلتا الحالتين ناخد بالنا ان البي اتش از نيرلي كونستنت، يعني بمعنى ان الاسيدوزس تعتبر كومبنسيتد ايه كونديشن. لو حصل والاسيدوزس دي او بمعنى صح الفسيولوجيكال كومبنساتوري ميكانيزمز فشلت تو مينتين البي اتش اراوند النورمال او الكونستنت فاليو بتاعتها في الحاله دي، وحصل فعلا ديكريس في البلاد بي اتش، في الحاله دي ما نقولش عليها اسيدوزس، بنقول عليها اسيديميا. طيب تعالوا نشوف ايه الاسباب لكل حاله على حده. اول حاجه نبدا بيها نشوف الكوزز اوف ريسبيراتوري اسيدوزس. احنا اتفقنا ان الريسبيراتوري اسيدوزس بيبقى السبب الرئيسي فيها هو زياده الفري كربون دايوكسيد ان بلاد، فده ممكن يحصل في الحالات الاتيه، اما ان انت بتتنفس اير كونتيننج هاي كونسنتريشن اوف كربون دايوكسيد، يا اما في مشكله في اللنج بتعوق عمليه الجاز اكستشينج او بتعوق عمليه الاير اوت فلكس او بمعنى صح الاير اوت فلو اثناء الاكسبيريشن. فدي ممكن تحصل في حالات الاوبستراكتيف اير واي ديزيزز. كل الاوبستراكتيف اير واي ديزيز زي البرونكيال ازما والكلام ده بيبقى مشكلته كلها في الايه، في الفنتيليشن، بيبقى في ديفكت في الاير انتري والاير اكزيت نتيجه الاوبستراكشن اللي في الاير وايز والبرونكوسبازم، عشان كده بيحصل معاها ترابنج او اكيميليشن لسي او 2 في اللنجز وبيرتجع عليه البلاد فبيزيد الليفل بتاعه. يا اما في مشكله في البلمونري ميمبرين بيأثر على الجاز اكستشينج فيحصل برده نفس الكلام، ديفكت في تبادل الغازات سواء في الاكسجين او الكربون دايوكسيد، او ممكن يبقى سبب سنترالي مركزيا نتيجه ديبريشن للريسبيراتوري سنترز فبيقل الريسبيراتوري ريت، وبالتالي معدل الجاز اكستشينج برضو بيقل وينتج عنه اكيميليشن اوف فري كربون دايوكسيد ان بلاد. تاني كونديشن عندنا يا جماعه اللي سميناه الميتابوليك اسيدوزس، وقلنا الميتابوليك اسيدوزس يا جماعه من اسمها هي عباره عن كونديشن بيكاركترايزد باي اكسس برودكشن اوف اسيدز اذر ذان كاربونيك اسيد، فبيؤدي الى الاكيميليشن اوف اسيدز، دي بتؤدي الى ايه، انه بيحصل لها نيوتراليزيشن بالالكالي ريزيرف داخل الدم، وبالتالي بالتبعيه على اللونج ران بيبدا يحصل جراديوال ديبليشن للالكالي ريزيرف داخل الدم وبيقل البايكربونيت ليفل انسايد البلاد. من اهم الكوزز ميتابوليك اسيدوزز يا جماعه اول حاجه في حالات الهاي بروتين ميتابوليزم نتيجه البرودكشن اوف سلفوريك اند فوسفوريك اسيدز، او ممكن تحصل في حالات السيفير ماسكول اكسرسايز نتيجه الاكسسيف برودكشن اوف لاكتيك اسيد، وكمان ممكن تحصل في حالات الستارفيشن والدايابيتس ميليتس نتيجه اعتماد البادي على الفات ميتابوليزم وزياده الفات اوكسيديشن، وبالتالي بتزيد كميه او البرودكشن اوف اسيد كيتون بودز. كمان ممكن يحصل ميتابوليك اسيدوزز مع رينال فيلير. حضراتكم عارفين احنا لسه قايلين قلنا ان الكيدني بتلعب دور مهم قوي في ريجوليشن اوف اسيد بيس بالانس من خلال الفورميشن اوف امونيا ومن خلال تحكمها في الهيدروجين سيكريشن والديجري اوف بي اتش اوف يورين، فطبعا في حالات الرينال فيلير بتفشل
بيفشل الكيدني في الفورميشن اوف امونيا، وبتفشل اليات الهيدروسكريشن، عشان كده بيحصل هيدروجين ريتينشن جوه الدم. كمان الميتابوليك اسيدوز ممكن بتحصل في حالات الهايبو فانكشن اوف ذا ادرينال كورتكس، وده كلينيكال ديس اوردر بنسميه الاديسون ديزيز. وبالتحديد بيبقى المشكله كلها هنا بيحصل في نقص في السكريشن اوف الدوستيرون هرمون او المينرال كورتكويد عموما يا جماعه، بس على راسها الالدوستيرون. من ضمن الوظائف الرئيسيه لهذا الهرمون يا جماعه، ده هو مسؤول عن الصوديوم ري ابزوربشن، يعني هو وظيفته الرئيسيه ان بيعمل سولت اند ووتر ريتينشن، فبيزود ري ابزوربشن اوف صوديوم ثم ذا كيدني ان اكسشينج فور هيدروجين اور بوتاسيوم. تمام. فالمشكله كلها لما بيحصل نقص في هذا الهرمون يا جماعه، فبالتالي بيحصل اكسسيف لوس اوف صوديوم، يبقى الصوديوم بيبقى لوست في اليورين، وفي المقابل الهيدروجين بيحصل له ريتينشن داخل ايه، داخل الدم، نتيجه غياب هذه الاكسشينج ميكانيزم الناتجه عن عدم وجود هذا الايه، هذا الهرمون. اخر حاجه برضو ان ممكن تحصل نتيجه انجيشن اوف اسيدفاينج سولت زي الامونيوم كلورايد، فكل هذه الكوزز بتؤدي الى الاكيميليشن اوف ميتابوليك اسيدز داخل الايه، داخل البلاد، ويتش ار بافرد باي البايكربونات سيستم داخل الجسم، ولكن مع اللونج ران يا جماعه بيحصل جراديوال ديبريشن زي ما اتفقنا، او اكزوشن للالكال ريزيرف بتاعنا، ولكن ستيل كومبنسيتد، يبقى اذا البي اتش لا تتغير او الى الحد ما زالت نيرلي كونستنت، ولكن المشكله كلها انه بيحصل في ديبليشن للالكالي ريزيرف اوف ذا ايه، اوف ذا بلاد، عشان كده سميناها ميتابوليك اسيدوزس. الكونديشن الثاني يا جماعه او ديس اوردر الاخر في الاسيد بيس بالانس يا جماعه، انه يحصل الكالوزس. وترم الكالوزس يا جماعه بيحصل اما نتيجه نقص في البلاد كربونيك اسيد ليفل، يعني نقص في الفري كربون دايوكسيد، وفي الحاله دي بنسميها ريسبيراتوري الكالوزس، يا اما زياده في البايكربونيت ليفل، يعني بمعنى صح زياده في الالكالي ريزيرف، وفي الحاله دي بنسميها ميتابوليك الكالوزس. ولكن في كلتا الحالتين البلاد بي اتش از نيرلي كونستنت، وبالتالي بنقول على الحاله دي كومبنسيتد. لو حصل تشينجز في البلاد بي اتش وبدات تزيد، يبقى في الحاله دي ما نقولش عليها الكالوزس، نقول عليها الكاليميا. طيب لو شفنا ايه اهم اسباب الريسبيراتوري اركالوزس، احنا لسه قايلين الريسبيراتوري اركالوزس يبقى السبب الرئيسي فيها هو نقص في الكربونيك اسيد او نقص في الفري كربون دايوكسيد ليفل ان بلاد. طيب ايه اهم الاسباب دي؟ هتلاقي كل الكونديشنز اسوشيتد وذ هايبر فنتيليشن هتسبب لك ريسبيراتوري الكالوزس. تمام. ليه؟ ما احنا بالمنطق كده لما بيحصل هايبر فنتيليشن يا جماعه وبيزيد الريسبيراتوري ريت، فطبيعي بيحصل معاه ايه؟ بيحصل اكسسيف واشنج او اكسسيف ريموفال في CO2، فCO2 واشنج فروم ذا بلاد بايه؟ او ريموفال فروم ذا بلاد بيزيد، وبالتالي نسبته في الدم ايه؟ بتقل، وعشان كده بيبقى الانسان عرضه انه يحصل له ريسبيراتوري الكالوزس. من اشهر اسباب الهايبر فنتيليشن عموما يا جماعه زي الناس اللي بتبقى عايشه في الهاي التيتيودز. تمام. ليه؟ قال لك لان في الهاي التيتيودز احنا اتفقنا ان كل ما بنرتفع فوق سطح البحر قلنا الضغط الجوي بيقل وضغط الاكسجين بيقل، فبيبقى في ريلاتيف هايبوكسيا. الجسم بيحاول يعمل كومبنسيشن للكونديشن ده انه يعوض الكلام ده، او يعوض نقص الايه، نقص الاكسجين في الجو، فيزود الريسبيراتوري ريت، فبيحصل ستيميليشن للريسبيراتوري سنترز ويزود الريسبيراتوري ريت ويحصل هايبر فنتيليشن، فبيحاول يعوض الهايبوكسيا. ولكن على الاذر سايد مشكله الهايبر فنتيليشن زي ما اتفقنا ان بتزود الواشنج اوت او بتزود الريموفال اوف سي او 2، عشان كده الشخص ده بيبقى عرضه لحدوث ايه، ريسبيراتوري الكالوزس. النوع الثاني من الالكالوزس يا جماعه اللي احنا سميناه ميتابوليك الكالوزس، وقلنا سبب رئيسي ليه هنا في الحاله دي بيبقى نتيجه زياده البايكربونات ليفل او الالكالي ريزيرف ان بلاد. اهم اسباب الميتابوليك الكالوزس يا جماعه ممكن بتحصل في الحالات الاتيه، يا اما نتيجه الهاي فيجيتابل دايت، يعني اكسسيف انجيشن اوف هاي فيجيتابل دايتس بتحتوي على بيزك كاتاينز زي الصوديوم والبوتاسيوم، يا اما نتيجه الاكسسيف انجيشن اوف بايكربونات كعلاج او كاحد اللاينز اوف تريتمنت اوف بيبتيك السر. واحد عنده قرحه في المعده فبياخد حاجه اسمها مضادات اكسائيه، مضادات حموضه. تمام. فبتبقى معظمها بتبقى حاجات الكاليز بايكربونات، فمع الاكسسيف انجيشن اوف بايكربونات ده ممكن يحصل لهذا الشخص انه بيزيد الليفز اوف بايكربونات في البلاد، ويبقى يعني عنده التندنسي او بتزيد التندنسي تو ديفلوب ميتابوليك الكالوزس. كمان اثناء الجاستريك اسيد سكريشن نفسه يا جماعه بتحصل ظاهره اسمها الكالاين تايد، لو تفتكروا خدتوها في الدايجستيف، ان كل هيدروجين ايون سكريتد فور ال HCl فورميشن بتبقى كابلد ويز بايكربونيت ري ابزوربشن. تمام. فالى حد ما بيبقى افتر انجيشن اوف فود يا جماعه بيحصل في تندنسي تو انكريز البايكربونيت ليفل ان بلاد، وبالتالي قلنا الفينومينا دي سميناها الكالاين تايد.
كمان مع البرزيستنت فومتنج، مع البرزيستنت فومتنج الشخص بيفقد الايه الاسيديك فلويدز بتاعته، بيفقد الاتش سي ال بتاعه، عشان كده بيبقى لايبل تو ديفلوب برضه ميتابوليك الكالوزيس. واخر حاجه في حالات الهايبر فانكشن اوف ادرينال كورتكس، تمام، وبالتحديد بنسميه الكوشنج سندروم. المشكله هنا بيحصل فيه زياده بقى في السكريشن اوف مينرال كورتيكويدز وبالتحديد الالدوستيرون. ففي الالدوستيرون زي ما اتفقنا يا جماعه ده الوظيفه بتاعته الرئيسيه انه مسؤول عن السولت اند ووتر ريتينشن، يبقى بيزود الصوديوم ري ابزوربشن ان اكسشينج فور هيدروجين، تمام. فلما بيزيد السكريشن او افراز هذا الهرمون فبيعمل ايه؟ فبيزود الصوديوم ري ابزوربشن، تمام، في مقابل الهيدروجين ايه سكريشن. فالهيدروجين سكريتد في اليورين بيزيد، وبالتالي بيقل نسبه الهيدروجين في الايه في الجسم، عشان كده بيحصل فيه زياده في الانسيدنس تو ديفلوب ميتابوليك الكالوزيس. ده كان ملخص بسيط يا جماعه للرول اوف ريسبيراتوري سيستم في الاسيد بيز ريجوليشن وبعض الكلينيكال ديس اوردرز اللي ممكن تحصل في الاسيد بيز بالانس. بكده نكون وصلنا لنهايه المحاضره، نشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.